عزز مصنعو السيارات الصينية تواجدهم في معرض دبي الدولي للسيارات 2015، فعرضوا نماذج من السيارات الجديدة ذات التصاميم العصرية والمحركات الكبيرة التي تتناسب مع متطلبات سكان منطقة الخليج، وركزوا على تقديم أفضل المواصفات بأسعار منافسة تتناسب وأصحاب الدخول المتوسطة. شيري واحدة من الشركات الصينية العارضة، انطلقت في العام 1997 وباعت 381 ألف مركبة من مختلف الطرازات، وهي تعد واحدة من أسرع شركات السيارات نموا في العالم. نتقدم في السوق كعلامة تجارية صينية كما غيرنا من العلامات التجارية. نحن نقدم خيارات كثيرة بأسعار مناسبة مستفيدين من تجربتنا في الفكتور للسيارات، فنحن نتبع نفس المعايير التي نتبعها في بيعنا لبقية السيارات من حيث الصيانة وخدمة ما بعد البيع. وأنا أعتقد أن الحصة السوقية للسيارات الصينية سوف ترتفع كما حصل في حالة السيارات الكورية التي دخلت السوق منذ 10 سنوات تقريبا واستطاعت البيع بشكل مضاعف في فترة قصيرة جدا. نجحت شركة غاغا الصينية في الانطلاق بعد فترة قصيرة في السوق العالمية معتمدة على تقديم تصاميم عصرية والإنفاق أكثر على تجارب الأمان، ورفعت الشركة مبيعاتها من 17 ألف سيارة عام 2011 إلى 117 ألف سيارة في العام 2014. سوق الشرق الأوسط سوق مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي تعج بالعلامات التجارية القوية، ونحن نرى أننا على قدرة على المنافسة أيضا، لذا انطلقنا من الكويت قبل سنتين ونحن الآن نبيع في الإمارات. نتركز استراتيجيتنا على تقديم سيارات صينية جيدة آمنة وقوية، ونحن نطمح أن نصبح العلامة التجارية الصينية الأولى في تصنيع السيارات، وقد استطعنا بيع 117 ألف سيارة في العام الماضي، ونطمح أن نبيع 180 ألف سيارة هذه السنة. ويستهدف أغلب المصنعين الصينيين فئة المشترين من أصحاب الدخول المتوسطة في المنطقة، والذين يرغبون في شراء سيارات اقتصادية تتناسب مع إمكانياتهم، كما يستهدفون أصحاب الأعمال التجارية بتقديم سيارات شحن ذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة جداً.